مصر وقبرص واليونان تاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية الناجحة بين بلدان المتوسط الثلاث. هذه العلاقات تتوج الآن بإطلاق أسبوع العودة للجذور والذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفاء بالجاليتين اليونانية والقبرصية واللتين كانتا تعيشان بمصر. مصر هبة النيل، هذه المقولة التي لطالما تغنينا بها ورددناها شاعرين بأسمى معاني الحب والانتماء. صاحبها هو أبو التاريخ هيرودوت اليوناني الذي وقع في عشق مصر منذ أكثر من 500 عام قبل الميلاد، ليورث هذا العشق لأبنائه وأحفاده إلى اليوم، لتولد علاقة ترابط وتآخ راسخة بين شعبين من أقدم الشعوب على الأرض. عايشة من عمري كله في مصر، مولودة في مصر، وعندي ولد وبنت متجوزين وعايشين هنا. احنا بنحب البلدين اليونان ومصر، بس حاليا ما اظنش ان انا هبقى عايز اسيب مصر. قصة الحب نفسها التي ولدت بين اهل مصر واليونان نشأت قصة مماثلة بين الشعبين المصري والقبرصي، والتي بدأت فصولها منذ ان صوتت مصر لاستقلال قبرص، واستمر دعم مصر من يومها ليبدأ تاريخ جديد في علاقات ثنائية وصداقة دائمة ما بين البلدين. مبسوطين قوي إن في السنوات الأخيرة العلاقة دي بقت جامدة في مستويات كتيرة، في المستوى الثقافي، في مستوى التجارة. العلاقات ما بين الدول دي اللي بتربطهم بحر واحدة. ولعل أفضل ترجمة للعلاقات بين مصر من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر، فتح مصر أحضانها للجاليتين القبرصية واليونانية اللتين عاشت منهما أجيال متتالية على أرض مصر لتتحول إلى وطنهما الثاني، وهو ما دعا الشعوب الثلاثة للاحتفال بالعودة للجذور، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برعاية رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتجدد مصر إعلانها بأن بابها سيظل مفتوحا أمام جميع عشاقها من كل الثقافات والحضارات. الناس اللي جاية من قبرص ومن قبرص واليونان، اللي جاي من أحياء العالم كله وأنحاء العالم كله، متلهفين. دول أكثريتهم كبار في السن طبعا، لأن دول من مواليد 20 و30، بس برضو ما اعتبروش ان السن ده كبير او خطر في اي حاجة. عاوزين يرجعوا لجذورهم وطفولتهم وذكرياتهم مع جيرانهم والاحياء اللي اتولدوا فيها والعمارات، فبتبقى يعني مبادرة جميلة جدا وشعور يدل على المحبة بين البلدين. اعتقد انه بوينت كبيرة جدا تذكر للوزيرة نبيلة مكرم في استيعاب الفكرة اصلا، وبالتالي كمان أصالة الشعب المصري قد إيه هو بيحب إنه يوري لما بتبقى الظروف يعني في إمكانية المعدن اللي هو معمول منه، اللي هو بيحب الناس اللي عاشوا معاه عشري بالظبط كده. مصر وقبرص واليونان ثلاثة دول يفصل بينهما المتوسط، فتحول البحر الكبير إلى بحيرة صغيرة يجمع الدول الثلاث اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وكأنهم أمة واحدة. كان البحر لها موحدا وليس مفرقا. مرنا عادل، أون لايف.